السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أميمة. هاد المرة طولت الغيبة على القناة، غير سمحوا لي، وكنتمنى هاد الفيديو يلقاكم كاملين بخير وعلى خير، أحوالكم وصحتكم مزيانة. اليوم إن شاء الله كنت غنوجد هاد الساندويتشات الغدا، ما كنتش معولة نصورهم، عمرت الساندويتش الأول حتى لآخر لحظة وقلت علاش ما نشاركهمش معاكم هكا باش ننزل لكم شي فيديو، ما بقاش غابرة. مازال عندي وصفات آخرين مصورين إن شاء الله إلا كتب نحطهم لكم هاد الأيام. كلنا دابا ملي كيبدا يسخن الحال كنبغيو هكا وصفات سهله دغيا كتحضر وكتكون خفيفه حتى في الماكله، كنحتاجوهم هكا حتى للخريجات. بالنسبه لهاد الساندويتشات غنحتاجو ليهم البصله، من الاحسن تكون البصله بيضه قطعتها مربعات صغيره، عندي خيزو اولا الجزر حكيته في الحكاكه من الجهه الغليظه وتعصروه مزيان من داك الما ديالو، تعصروه هكا بين يديكم حتى ينشف مزيان. الخس حتى هو مغسول مزيان مقطر ومنشف، ضروري تنشفوه مزيان، حيت له داك اللوب اولا داك الجزء القاصح وقطعت هكا دوك الوريقات ديالو. مطيشه حيت ليها الزريعه وكتقطعوها مربعات صغيره، اللي ما كيبغيش القشره يحيدها ليها، حتى هي هكا من الاحسن تمسحوها بورق المطبخ. عندي هنا البيض مسلوق ومحكوك، لانشون حتى هو محكوك، اللي ما تيبغيش ممكن يستغنى عليه، لكن تيعطي اضافه زوينه لهاد الساندويتشات، كيخلي حتى الوليدات الصغار ما يحسوش بديك الخضره اللي فيهم. عندي هنا الطون واحد جوج علب، ناقص منهم غير داك الشويه اللي عمرت به الساندويتش الاول، صفيتهم من الزيت حتى الطون ديروا شي نوعيه زوينه باش يعطيكم مذاق زوين. الزيتون عندي هنا الخضر والكحل، داكشي اللي كان متوفر عندي تقدروا ديروا غير واحد فيهم. والفريت من الاحسن تكون سخونه من المقله مباشره تعمروا بها هاد الساندويتشات باش كيجيو لذاد. وبطبيعه الحال غنحتاجوا الباغيط وصلصات، انا استعملت هنايا هاد الباغيط الصغار ديال السميده، تقدروا ديروا ديال الزرع اولا العادي، ولا تاخذوا الباغيط الكبير وتقسموه على النص. بعد المره تنعمر حتى في داك الباغيط العريض حتى هو تيجي زوين وتيهز كميه مزيانه من هاد الشيء اللي كنعمروا به الساندويتشات. صافي كتفتحوهم بحال هكا، من الاحسن بالموس ديال المنشار وتخويوهم من الداخل باش تقدروا تعمروهم على راحتكم. واول حاجه كندير هكا شويه ديال المايونيز في الباغيط ولا في الخبز باش ما يجيش ناشف. لي صوص راه تيبقاو على حسب الرغبه، ولكن انا تيعجبني الصراحه المايونيز والكيتشوب مع هاد الساندويتشات، جربوهم بهذه الطريقه. صافي غندهنهم هكا بديك الصوص مايونيز، تقدروا تحضروها في الدار. غنبدا بشويه ديال الخس، المهم انا تيعجبني نخدم بيدي، ما كاين ما احسن من اليد، غير تكون نقيه ومغسوله مزيان. تقدروا ديروا الليقات اولا تخدموا بالطريقه اللي بغيتو. غنزيد شويه ديال المطيشه، غير شويه شويه من كل حاجه. طبيعه الحال اللي ما تيبغيش شي حاجه ممكن ينقصها، واللي تتعجبو شي حاجه اخرى ممكن يضيفها. بعد المكونات راه تيجيو منسجمين وتيجيو لذاد، حتى الوليدات ما تيحسوش بديك الخضره اللي فيهم مع الفريت ولي صوص لانشون، راه ما تيحسوش بها نهائيا. غنزيد خيزو، كانت عندي هنا غير حبه واحده صغيره راه كافيه، وتبقى على حسب عدد الساندويتشات اللي باغي نتعمرو. راه ناشف مزيان كما كتشوفوا، الخضره ناشفه باش ما كتطلقش الماء وما كتفزكش لكم الساندويتشات. غنزيد الطون، وغنزيد الزيتون. ديروا الترتيب اللي بغيتو، غير من الاحسن تبداو بالمكونات ديال الشلاضه، ديروهم حدا بعضياتهم ومن بعد ضيفوا اللي بغيتو. الا كان عندكم الكورنيشو اولا الخيار المخلل حتى هو قطعوه طريفات وضيفوه، تعطيهم مذاق زوين. موالفه تنضيفوا، اليوم ما كانش عندي، زدت شويه لانشون اولا الكاشير ولا دند فيمي يكون مقطع رقيق اللي عندكم، وشويه ديال البيض. هنا لانشون الطون والزيتون راهم مالحين، الخضره اللي ما تتكونش فيها الملحه، الفريت حتى هي تنضيفوها مالحه باش يجيو لذاد هاد الساندويتشات، لكن اللي تيبغي الملحه شويه زايده تقدروا ديروا شويه ديال الملحه في البيض.
ما ديروهاش مع المكونات ديال الشلاضه، ديروها في البيض. هو اللي ما تي واخا تضيفوا ليه الملحه ما غيطلقش الماء. صافي كتزيدوا فيهم هكا شويه الفريت ضروري، واخا تكونوا غتقدموها على جنب ضروري، حتى السندويشات ديروا فيهم شويه كيجيو لذاد بالفريت. اللي ما تيبغيش القلي تقدروا تطيبوا البطاطا في الفران، وبحال هكا راه تضغطوا على المكونات غير بيديكم راه تيتجمعوا هاد السندويشات وتيوليو ساهلين باش تاكلوهم. واخر حاجه كتزيدوا هكا لي صوص على حسب الرغبه، انا قلت لكم تيعجبوني بالكيتشوب والمايونيز. اللي تيبغي الحار تقدروا تزيدوا حتى شويه ديال الصلصه الحاره. صافي وتيكونوا واجدين ساهلين دغيا، تيوجدوا خفاف ولذات بزاف. تقدموهم هكا للغدا مع الحال سخون، دابا ما بقيناش كنقدو على الماكله ثقيله وباقي مولفين السيستم ديال الصيام، وكينفعوا هكا حتى للخريجات. تقدروا تاخدوهم معاكم هكا في شي خريجه ولا البحر، غير هكا جمعوهم في شي ساك ديال ساك ايزوتيرم اللي كيحافظ على الماكله، راه كيبقاو كيصبروا. خص غير الخضره كما قلت لكم تكون ناشفه مزيان وصافي. هذا هو الغداء اللي وجدت لهم نهار اليوم، رافقتهم هكا بشويه ديال العصير موناضه وشويه ديال الشلاضه وديك الفريت اللي بقات ليا. وبحال هكا الا بغيتو باش يجيو ساهلين في الماكله، اولا الا كنتو غتخرجوهم معاكم راه كتضغطوا على داكشي هكا غير مزيان بالموس، صافي راه كيتجمعوا وكتلفوهم هكا في الورق ديال الطبخ، تتلويوه عليهم مزيان تتزيروهم. تتجمعوا ليهم هكا حتى دوك الجناب، صافي راه تيبقى محافظ عليهم وتيجيو ساهلين حتى في الماكله حتى الوليدات. انا غنقسم معكم هكا باش تشوفوهم وتيتقسموا بكل سهوله، خص غير الموس ديال المنشار. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو، كيجيو رائعين بزاف، تيعجبوا الوليدات وحتى حنا دابا الكبار. صافي كان هذا هو الفيديو ديال نهار اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم ولايكاتكم، تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وحبابكم. الا بغيتو تجيو عندي الانستغرام هو هذا اللي كنخلي لكم دائما الفوق. وشكرا على المتابعه والى اللقاء مع وصفه قادمه ان شاء الله.